ما تسعود حبيبي. شنو؟ بعد ما وصي. على شنو توصيني؟ يعني ما اريد تفشلني قدام هذا المخرج، هذا مرعوص. يا بحفرت للناس، انا عبالي صعب التمثيل، طلع سهل. لا 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 تقول سهل، ترى هذا اللي يقول سهل يعني معناته كل شيء ماكو، مستسهل الشغله بعدين يغلط يوقع بيها. لا لا دعتك حفظت للناس، اكلته وشربته. شعب عليك العهد؟ شلون بالله ست ايش راح تقول؟ اني اول ما ادخل للبيت اشوفك واقول لك اجي اجي. شنو اجي اجي؟ هو مكتوب مكتوب اجي 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 اجي. شنو انت لازم مستلم من النسخه الهنديه مال النص؟ يابا مكتوب هيك بالناس. ولك انا اجيك للبيت، افتهمني اجيك للبيت بهدوم مشققه، اول ما ادخل البيت اشوفك اساس اخويا الكبير واقول لك اجي اجي. ولك مو اجي اجي اخي اخي، النقاط قمت تلعب بالنقاط، قمت تطشر بكيفك الصفط. اخي 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 اخي، انت كنت مخطوف، خاطفتك العصابه. ايه زين، العصابه هدوك لان تعبوا نفسيا من قد ما يباعون على هاي الخرقه، قالوا لك روح تجي للبيت انا اتلقاك. افتهمي ايه؟ اخي اخي اقول لك انت خارج البيت وجيت شفتك. خوش اي هسه خلينا نسويها حتى ليش ما طول الشارع ما في احد. ايه هسه انت راح تتلقاني وتطب علي. اخي اخي يا شريك الروح يا فرحة سنيني. الله ها شنو؟ مو هي ورا صفعك صفعه؟ مو صفعه، انا قريتها صفقه، صفقه قويه هاي. الله بيناتنا، انا كذب عليك؟ معش مكتوب صفحه قويه يعني راشدي، يعني فوق ما كنت مخطوف انه بتضربني راشدي؟ اي مو انت ما سمعت كلامي، عود انا قايل لك لا تطلع، طلعت يعني فمقهور اني من اللي انكسرت كلامي اضربك راشدي. شوف اقول لك، اذا شغل براشديات انا ما اشتغل، فهمت لو لا؟ هذا فن تهريج وفن هابط. هابط؟ اي شحال لو ما انت كلك هابط؟ تعال هابط. راح اكل هبيط هواي احسن لي. تضرب النص شلاق، اليوم مو راشدي، اليوم راح اقضيها وياك شلاليق. سعيد اي حبيبتي سعاد هو البطل. اي لك انا توسل بي المخرج، قال لي تكونين انت البطله. قلت له والله افكر، خليني اقرا النص بالاول. يا حبيبتي اكيد نطلع بالتلفزيون، لعد عيني وين نطلع بالثلاجه. شنو؟ والله حبيبتي ما وعدتش. لا 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 لا، المخرج قال ما اريد ضيوف. ما يخالف احاول يعني اساله. شنو؟ شوفي حبيبتي لا تدوخيني، ترى انا باكر وراي قاعده من الصبح، السكن مالتي يعني لازم تكون مرتاحه، فلازم انام واشبع نوم على مود الكاميرا. يلا حبيبتي الصبحين على خير. يمه دبري لي فلوس ارد اشتغل، يمه دبري لي فلوس ارد اشتغل، ارد اشتغل ترى انتحر، ترى اقتل روحي. يمه دبري لي فلوس ترى اقتل روحي، ترى انتحر. تنتحر ليش؟ لا الدور مو انا ما تنفيه البطوله. روحت قلبي يقول ليش تنتحر حبيبي انت؟ اي روحي حفظت ابغى اشوف مين حفظت. والله يلا يلا اي ابدي 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 يلا 1 2 3 اكشن. يمه دبري الفلوس ترى انتحر، يمه ترى اقتل روحي، يمه دبري الفلوس ترى انتحر. لا لا مو هيجي، عيد مرتي الثانية حبيبي عيد. غلطت؟ اي يعني مو بهالطريقة هاي، يمه دبري الفلوس اريد انتحر. لا لا مو هيجي، كسر خاطرها. يلا كسر خاطرها؟ اي هي بيها كسر خاطرها؟ لا يعني انت بتوسل، مكتوب بتوسل. اه اي يمه دبري لك بس عيدها. اي يمه دبري الفلوس ترى انتحر، ترى اقتل روحي بتوسل. يمه دبري الفلوس ترى انتحر بتوسل بي. لك مو مكاتب لك انه انت بتوسل تتوسل. ها ها. يعني هيجي ايه. شوف يمه دبري الفلوس هي مو هيجي مو هيجي حبيبي. انت شوف هذا النص ايش اخليه على جنب هسه. ايه ايه. هي الفكره مبينه. ايه. قلها يوم الله يخليك. أنا ابنك الوحيد لازم توقفين بجانبي، يعني أنا وين أروح؟ أنت أمي، إذا مو أنت توقفين يمي ليش تخلين الغريب يشمت بي؟ ما عندي غيرك يوم الله يخليك. أنا أنا ما أريد واقعي. ها هذا شنو مال غريب؟ أنت يا قلت ايش تسوي؟ حبيبي مكتوب بتوسل تتوسلي لها حتى تكسر خاطرها. أنا ما أريد أتوسل بأمي. ها ما أحبها. زين حبيبي كيفي؟ ما تكلم إيه إذا أقولها اعطيني فلوس بالتوس. شنو بالغصب؟ ما يصير بالغصب، بالتوس. انت تعلميني؟ لا المخرج ما قال
زين حبيبي احسن. متى عرفتي هاي بكيفك؟ زين حبيبي زين عندي فكره، ليش ما تخليني امثل وياك البطوله؟ اني قلت لها صديقتي لا تفشلي في الدور وحدك. شوفاي حبال التمثيل لعبه، يا اهل يجي قام يمثل هو على التمثيل، ليش طاح حظه من هاي السوالف؟ ليش عيني؟ من الطارئين شبينا التمثيل شبينا عيني، ما نعجب لو ما نعجب ما نعجب بعدني على كيفك عمي، اخذت لي فرصتي من يمك ضجتي تجيبي النص. الله يخليك الله يخليك. شوفي 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 300 صفحه انا وياك انا وياك سربك حصلت هاي الورقه بس ما بتريد تطيري لي اياها. زين حبيبي في روح لك، خلينا نطلع وياك، قول للمخرج. ما ترهم لك الشخصيات. ليش؟ ما ترهم لك، كلنا كبار. كبار؟ اي بالخمسين انت بالعشرين مبينه تخبلين. صدق؟ شلون اطيك شخصيه مني؟ مني بالعشرين؟ طبعا. زين حبيبي عرفني على المخرج، خلي يعطيني شخصيه حتى لو مشهد. راح اسب المخرج وابوه. ليش حبيبي؟ ايش بيه؟ حبيبي في الدور لك ما يصير. ليش؟ اقلك شخصيات بالخمسين شلون ما ترهم لك؟ او بلكي تلقى لك مشهد وياي تطلعين. صدق؟ ايه؟ يلا بس ترى صعب التمثيل باختبار. بالله يلا اختبرني. قولي حبيبي احبك. يا عود اول ما شطح نطح، شفت لي مشهد رومانسي وبإغراء احبك عشتو؟ لا عاد اقول للمخرج بلكي تعطي شاي معبود تبيع روبه بالعلاوي، هي مترهم لك شيله وعبايه احسن. ظلي لك شنو يلتب علي الذبان؟ لك تعال يمه دبري لي فلوس وغمت امك يمه